طبعا انا بوجه الشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن هم بيهتموا بالنشأ والأجيال، وهم موصينا إن احنا نبقى طبعا احنا الناس دي هم اللي هيمثلوا النادي الأهلي في الأيام اللي جاية، فاحنا بنهتم بهذا النشأ وبنهتم بيهم. المجهود ده ليه مجهود وراه ناس كتير قوي، زي جهاز السباحة، جهاز ألعاب الماء وجهاز السباحة ومدير الأكاديمية ومدير النشاط الرياضي هنا والإداريين ومدير الأكاديمية والإداريين بتوع الأكاديمية وكل المدربين اللي احنا هم جند مجهول. الناس دي بتبذل مجهود، بتبقى في البرد في الشتاء، بتبقى واقفين جاي ورا أولادنا علشان تقدر ترفع قدرهم وتخلي يحققوا بطولات ويحققوا إنجازات. وبشكر برضو طبعا اللي هو العميد محمد سعيد نائب مدير النادي، وبشكر الكابتن وائل عزة، بشكر اللي هو طبعا مهتم جدا بالنشأ دوت، الكابتن علام الإداري، كابتن أيمن الدكتور أيمن جميل مدير الأكاديمية، كابتن علي هارون مدير النشاط الرياضي. الناس دي بتبذل مجهود كتير قوي علشان يقدروا يحققوا نتائج بأولادنا. أنا بشكرهم كلهم، وإن شاء الله إحنا كلنا عائلة النادي الأهلي، عائلة واحدة، وإحنا كلنا في خدمة النادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون زي ما هو أحسن نادي في العالم إن شاء الله. هو جيل كويس، مستواهم كويس بالذات على الفروع الثانية، وفي تقدم في أرقامهم وفي طريقة عمهم وستايلاتهم كويسة جدا، إحنا متابعينهم أول بأول الحمد لله. والأهالي نشيطة جدا ومواظبة هنا في الشيخ زايد على أساس إن هم يعملوا جيل كويس يطلع يفيد النادي الأهلي. إحنا دايما بنمرنهم ونبشرهم وهم بيتمرنوا، وبعدين كل 3 أشهر بنعمل لهم اختبارات أو تيست، وعلى بناء هذا الأساس بنشوف الضعف اللي فيهم، فيا إما بنصلحه أو الكويسين بنرفعهم لمستوى أعلى. السباحة بتبقى عايزة طبع خاص لأنها مجهودها أجمد من اللعبات التانية، إن هم ياخدوا بالهم من صحة الولاد وتغذيتهم ونومهم، النوم ده أساسي جدا بالنسبة للسباحة. أنا بحب بس أشكر أهم حاجة إدارة النادي الأهلي لدعمها التام لينا في إن إحنا نطلع مجموعة كبيرة من البراعم في كل الفروع، وعلى رأسهم طبعا فرع الشيخ زايد لأنه فرع واعد، وبإذن الله هيبقى ليه دور كبير جدا 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 في تحقيق البطولات على مستوى النادي الأهلي. بحب كمان أشكر أولياء الأمور لأنهم يتعبوا معنا جدا جدا، وكمان دعم الأطفال ودايما هم اللي بيودوهم ويجيبوهم وهم اللي تعبانين معاهم، فبشكرهم. وبشكر كمان الجهاز الفني والإداري والطبي اللي بيسهر دايما على راحة السباحين وبيوصلهم للمستويات العليا، وبإذن الله تشوفوهم في البطولة التنشيطية قريبا بإذن الله في النادي الأهلي فرع مدينة نصر. والله كان يوم جميل طبعا بوجود السادة أعضاء الجهاز الفني والإداري ومدير النادي، وحضور السادة أولياء الأمور وحضور القناة الأهلي، ده شيء مميز جدا وجودها هنا معنا في الشيخ زايد. طبعا كان جات لنا تعليمات من جهاز السباحة، رئيس جهاز السباحة ألعاب الماء كابتن وائل عزت، بضرورة تكريم البراعم اللي حصلوا على النجمة الأولى والثانية، فطبعا ده بدورنا ان احنا لازم نحسسهم بأهمية الدور اللي هم بيقوموا بيه كلاعبين، وطبعا بنثمن دور أولياء الأمور في وجودهم وتعبهم مع الأولاد وحرصهم على التمرين والتواجد بصفة مستمرة في كل الفترات بصراحة، في التمرين الفجر وتمرين الصبح ومع الدراسة والكلام ده، فشيء صعب جدا ان أولياء الأمور بيقدروا يهندلوا القصة دي مع أولادهم، وطبعا ده شيء جميل جدا يعني. الحمد لله، وانا كنت مبسوطه بالتكريم بتاع النهارده، الحمد لله اخذنا النجمه الاولى والثانيه. اقول لهم شكرا جدا على تعبكم معايا. انا بقول شكرا جدا للمدرب كابتن محمد ياسر على تعبه معانا، احنا لو بيدربنا جامد واحنا بنتعب جامد جدا في التمرين كمان، وانا مبسوطه جدا ان انا اخذت النجمه الاولى والثانيه. يعني دي حاجه جميله جدا ان انا اخذت الشهاده،
ومبسوط برضو ان انا في النادي الاهلي، ومبسوط ان انا بتمرن سباحه. اقول للمدرب بتاعي شكرا ان هو علمني للسباحه، واقول لبابا ومامتي ان هم دخلوني، شكرا ان هم دخلوني السباحه. متشكر جدا للنادي الاهلي، متشكر لكل الناس اللي في النادي الاهلي، ومتشكر برضو للمدربين وكل حاجه. هو النهارده يوم جميل جدا، وانا فرحانه اخدت ستار 1 و2، وبابا وماما كانوا دايما بيشجعوني وبيساعدوني ان انا اجي التمرين، وكانوا دايما بيشجعوني ان ابقى احسن وابقى كويس، ونفسي يعني نفسي ان شاء الله اخد البطوله الجايه. انا بشكر الكباتن طبعا على المجهود اللي عملوه معانا، كل يوم بيتعبوا واحنا يعني نحاول ان احنا نفرحهم باذن الله. فرحان والكباتن عملوا معانا مجهود زي ما هو قال. انا بقول ان شكرا للكباتن، وعشان هو الكباتن عملوا مجهود كبير جدا. الحمد لله ان احنا خدناه الاثنين ستار، والكباتن ساعدونا كتير، وكله قاعد يشجعنا، والحمد لله ان احنا خدناه كويس الحمد لله. والحمد لله بابا ساعدني عشان انجح في البطوله، واخدت ستار 1 و2، وان شاء الله بقى 3 و4. التكريم كان كويس الحمد لله. الكباتن ساعدونا كتير، وماما وبابا كانوا بيجيبوني الصبح بدري، واشكرهم جدا. انا بقول ان شكرا للكباتن بتوعي، عشان هم اللي ساعدوني ان انا انجح في الستار في النجمه الاولى والثانيه. الكباتن ساعدونا كتير، وماما وبابا ساعدونا كتير يعني، وشكرا جدا. كان التكريم حلو، وهم كلهم ساعدونا، وجينا الصبح بدري واستفدنا من التمرين كتير. يوم حلو جدا، كان نفسي اللي هو يتعاد اكتر من يوم، وماما وبابا ساعدوني كتير هما والكباتن، وقدرت اوصل لستار 1 وستار 2.